من جديد سيدات والسادة، وصلنا مع حضراتكم إلى هذه الفقرة الحوارية الرئيسة في صباح طيبة اليوم الخميس، التي نتحدث فيها عن تنمية الريف المصري والمبادرة الرئاسية حياة كريمة التي ساهمت في نقل الريف نقلة نوعية مهمة وكبيرة، وربما كما نقول دائما أدت إلى تمدن الريف، وأصبحت كل الخدمات التي كان يصبو إليها المواطن في القرى المصرية الموجودة في المدينة يتمناها أن تكون في قريتي أصبحت النهاردة موجودة بالفعل على مستوى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وخدمات الصحة والإسعاف وما في حينها والتعليم إلى آخره. معنا في هذه الفقرة الأستاذ حسن علي أبو غفار، أهلا بك أستاذ. وهو أحد أبناء قرية الحجز قبلي بمركز إدفو بمحافظة أسوان، ومن الناشطين والمهتمين في هذا المجال، ومكلف من قبل محافظ أسوان بمتابعة برامج حياة كريمة. أهلا بك حاج حسن. شكرا دكتور خالد، وإحنا سعيدين بلقاء حضرتك. ربنا يخليك. خلينا نتكلم مع حضرتك، يعني نبدأ بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، يعني ما هي أهم المعدلات أو ما هي معدلات التنفيذ التي وصلت حتى الآن في هذه المنطقة؟ طبعا في بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائنا المشاهدين. نشكر طبعا الجهة السيادية في الدولة اللي أتاحت لنا اللقاء النهاردة في قناة طيبة. طبعا يا أخوان شيء يعني لا يصدق عقل إن احنا نشوف في الصعيد طفرة لم تحدث من قبل. النهاردة من إنشاء شبكة المياه منذ ما أنشأت لم يحدث أي تغيير، ولكن النهاردة قرى الصعيد وبالخصوص قرية المحاميد شهدت طفرة عالمية يشهد لها العالم بإحلال وتجديد شبكة مياه بالكامل، مش جزئية، بالكامل. ده المحاميد، هي الحجز قبلي تابع للمحاميد، تابع للمحاميد. ما الأم المحاميد قرية الأم، الحجز قبلي لم تشهد من قبل هذا الأمور اللي حصلت، يعني كشبكة مياه إحلال تجديد بالكامل. مشروع الصرف الصحي منشأ من 2008 تم توقفه في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تم دمج مشروع الصرف الصحي من ضمن مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة. الله جميل. وصلنا لحياة النهاردة بفضل الله سبحانه وتعالى ما يقرب من حوالي 70% أو 80% وعلى وشك الانتهاء، واعتبر المشروع القومي في الدولة، لأن محطة المعالجة بالمحاميد محطة ثلاثية. يعني أول مبادرة السيد الرئيس مع حل عملية إحلال وتجديد شبكة المياه، طبعا كانت احنا بنعاني طبعا من الفشل الكلوي والكلام ده كل من اسباب المياه. النهارده عمل الطفرة دي غيرنا احلال تجي شبكة مياه من استسبس لبلاستيك، وقوة الدخل للمواطن 3/4 بوصة. اقسم بالله دكتور خالد احنا شاهد في اثناء عملية احلال تجي شبكة المياه شيء لا يصدقه عقل. في احد بيوت المنازل المواطنين لقيت اسم ان في ميه ماسوره حديد معقوله على الارض، والميه بتخش عن طريق مياه الصرف الصحي. والله هذا ما حدث وشاهدت عيني، يعني لو بيحكوا لي حكاوي عنه انا ما صدقش، بس ده شفته بعيني. في هذا السيد الرئيس الاهتمام بالموضوع ده صراحه طفره في الحجزيه قبلي حاجه جميله. ده مش في الحجز بس، ده في الصعيد عامه. في قرى كانت محرومه فعلا من المياه والشرب، أصبحت النهاردة في تمدد عمراني على القرى نفسها في الظهير الصحراوي. الظهير الصحراوي أصبحت النهاردة في مياه وصلت في مكان. تتمتع بهذه الخدمة؟ تمتعنا بها صراحة بمهارة الله ورسوله. والصرف الصحي محطة إن شاء الله حتكون في القريب العاجل افتتاحها برضه في عهد السيد الرئيس، ونأمل برضه أن السيد الوزير محافظ أسوان ربنا يكرمنا كده بتجديد الثقة ليه، عشان تكون على يده ان شاء الله الافتتاح في القريب العاجل. ده بالنسبه لمنظومه او ده بتتكلم على الملف ده حاج حسن، على الميه ولا الميه والصرف الصحي؟ الميه بالذات والصرف الصحي الاثنين. صراحه يعني اول ما بدات مبادره حياه كريمه احلال وتجديد، اول حاجه دي دخلت عندنا في الحجز. المحاميد عددها يعني كبير، قراها كتير. 70%. هتغطي 70%؟ 70,000 نسمة. 70,000 نسمة. هتغطي 70,000 نسمة. غطيناه بفضل الله. اه بفضل الله، يعني شيء لا بقول لك لا يصدقه عقل.
تمام. انا من الناس اللي كنت شغال مع مؤسسات الدوله، متابع للمقاول مع المواطن مع الدوله. لو لقيت اي عقبه قدامي السيد المحافظ ربنا يبارك فيه، كنا انا سمعت التليفون. ممتاز. في يا فندم كذا، في ثواني المشكله بتتحل. ممتاز ممتاز. يعني ما شفناش اي عقبه في احلاء وتجهيز شبكه الميه بفضل الله، وكنا بنحتوي اي مشكله. ده عندك ارقام حاططها بخصوص الميه؟ طبعا دي شيء يعني يفرحني ان انا اقول الحاجات دي، يا ريت، عشان الشباب والناس تتفرج ان الدوله انفقت مليارات على قرى الصعيد. نعم. طبعا يا اخواننا بدايه الامر احنا الحجز قبلي يبتدي من النصراب جنوبا وينتهي شمالا باللديد. احنا النهارده بسم الله ما شاء الله هنبتدي بنجع هلال، اخذت 2 كيلو 4 بوصه. يعني 2 كيلو 4 بوصه تغيير من السبستس لبلاستيك. وخشينا عملنا وصله مياه 6 بوصه لدفق المياه للاعلى بحوالي 706 متر 6 بوصه. وبفضل الله سبحانه وتعالى في مناطق اخرى عملنا 508 6 متر 8 بوصه. ده كله من مخرج المرشح الرئيسي بالنصراب اللي هو تم رفع الكفاءه بتاعته في عهد السيد عبد الفتاح السيسي. و3 كيلو 4 بوصه داخل القرى في نجع هلال فقط. النهارده التكلفه دي لو اتحسبت احنا لو بصينا كده هذه المليارات اللي صرفت داخل قرى الصعيد. هالمحاميد كان لها نائب الاسد او الحظ الكبير ان هي تعمل فيها الشغل ده. اتعمل فيها 2 كيلو 12 بوصه. وتعمل فيها 7 كيلو 10 بوصه. وتعمل فيها 1 كيلو 8 بوصه. وتعمل 1 كيلو 6 بوصه. والحظ الكبير طبعا 15 كيلو 4 بوصه. قريه المحاميد بالكامل اصبحت النهارده لو في عطل في اي شارع ما فيش محبس واحد يتحكم فينا. لا، انقطاع في المكان ده نقفل الماء على المنطقه دي بس، وباقي القريه اللي هي عدد سكانها 70,000 نسمه قاعده الماء شغاله عادي. ده من ضمن مبادرات السيد الرئيس. صحيح. طيب ننتقل لملف ثاني، ملف الصحه وخدمات الاسعاف. جميل. برضو حاجه يعني يعلم الله اني في عهد السيد الرئيس انت عملت حاجه طيبه. احنا كانت عندنا وحده اسعاف يعني يعلم بحالها ربنا. برضو من ضمن مبادرات السيد الرئيس احلال وتجديد وحده اسعاف المحاميد ورفع الكفاءه ودفع في حاجه سياره اسعاف جديده. الشيء الجميل واللي هو مفرح اللي طبعا المشاهدين يعني ان شاء الله حنشوف كل حاجه دي، اللي هو وجود حضانه داخل وحدات الاسعاف. سيادتك اكبر من سنا يمكن ما سمعتش الموضوع ده. يوجد داخل مرفق الاسعاف حضانه وعربيه سيارات حضانه. يعني طفل لو اتولد من بطن امه عنده صفره ومحتاج يروح حضانه ما ينفعش تنقل في اي حاجه. لازم يكون مجهز العربيه. العربيه مجهزه. الكلام ده مش يعني احنا بنجامل بها الدولة، ولكن موجود على أرض الواقع. شيء ملموس وبشهادة يعني المواطنين. من فترة قريبة أحد السيدات في القرية عندي وضعت الطفلة عندي صفرة ومحتاجين إن احنا ننقل حضانة. ما احنا ليه النهاردة بنقول الدولة وإنجازات الدولة موجودة؟ بفضل الله سبحانه وتعالى احنا مستشفى المحاميد طبعا فيها مركزي حالة، بالتواصل مع مستشفى يدفو العام تم توفير حضانة للطفلة. ممتاز. يعلم الله انا وبكلم الاسعاف اسم المريضة او بقول له طفلة دي ولدة كذا، قال لي ما ينفعش حضرتك لازم عربية الاسعاف اللي فيها الحضانة تحضر لها. لو انسان لو الدوله ما فيهاش امكانيات بالطريقه دي هل يعلم يعني الطفله زي دي؟ انا ما اعرفش حاجه، انا بتصل باسعاف عادي. والله المسؤول نفسه اللي بيقول لي لا استنى حضرتك في عربيه مجهزه للحاله دي. شيء افرحني صراحه. انا يعني بقيت
فرحان فخور. انا شيء فر يعني انا كمواطن جاني الراجل ده بقول لي المشكله، فرحت بقيت اقعد يعني بتكلم انا بقول الدوله وبعزل الدوله. انا شايف عينيك لمعت. لا اكذب عليك انا بفرح اصلا. برافو عليك والله العظيم. أنا يعني حتى بناشد المشاهدين يعني الصبر شويه نتحلى بالصبر يعني كل شيء نصبر على الدوله ما بلاش ان احنا ايه نقول ما نعمل حاجات ما لهاش لازمه، كل حاجه لها لازمه. النهارده عربيه الاسعاف دي حاجه اساسيه. صحيح. وان شاء الله بنامل برضه من الدكتور محمد الدخيلي وبنتهز الفرصه دي يا دكتور خالد. مرفق الاسعاف ده شخصيه محترمه. فعلا. نامل طبعا ان هو يلحقنا بعربيه ثالثه. ان شاء الله. انا عندي 2 في المحاميد، واحده من ضمن مبادرات السيد الرئيس حياه كريمه، وعندي واحده من القديمات. تمام. نامل طبعا من حضرته ان هو يوفر لي واحده ثالثه. باذن الله. لعدد تكدس الحالات طبعا النقل بتاعي. تمام. طيب نروح يا حاج حسن لملف اخر وهو ملف التعليم. التعليم. طبعا من لم يشكر الناس لم يشكر رب الناس. لم يشكر الله. نعم. طبعا احنا في الحجز قبلي كنا مهمشين تماما. مهمشين خط تحتيها 100 خط. جات مبادرة السيد الرئيس حياة كريمة أحيتنا شوية. يعني انتعشنا سنة بسيطة ونأمل في تكملة إن شاء الله في عهد السيد الرئيس، نأمل إن باقي مشاريعنا في قطاع التعليم استكمل. إحنا النهاردة حاسة الحجز قبلي بنجعل نصراب بإنشاء مدرسة إعدادية. الله. كنا عشان أولادنا يروحوا النهاردة المدرسة دي؟ حضرتك يا مدرسة الإعدادية دي حضرتك كنا أبنائنا كانوا بروحوا فين؟ بروحوا نجع هلال. لما أخذ طبعا الأطفال معروفين شقاء مشوار ونزلوا على الشارع ويلعبوا كده وعرضا للخطر للخطورة. كانت عندنا مدرسة ابتدائية. السيد الرئيس تعليماته إحلال وتجديد المدرسة الابتدائية وإنشاء مدرسة ابتدائية وإعدادية مع بعض. الله. شيء يعني في طي النسيان قرية النصراب دي لا تذكر على خريطة الدولة. أصبح النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خط القرية من ضمن قرى الحجز على خريطة جمهورية مصر العربية. أصبح النهاردة الوزراء والسادة المسؤولين يعني عرفوا إن في قرية فيها ناس. النهاردة المدرسة دي تخدم أبناء النصراب فقط. طيب هل السيد الرئيس اكتفى بهذا الكلام؟ ولكن هنخش في قطاع الشباب والرياضه حنشوف عمل ايه. ممتاز. شيء حاجه مفرح. نجعل هلال برضه كلمنا برضه عن الشباب والرياضه مع بعض يعني زي ما تحب يعني. فضل. لا حضرتك لا خليني في قطاع التعليم. اتفضل في التعليم. عشان برضه المشاهدين يعني نوقف في ظهر دولتنا يا اخواننا. تمام. من النهارده هنتهز الدكتور خالد طبعا يدينا الحلقه مفتوحه. لا مفتوحه. تمام يا فندم. نعم. نجعل هلال طبعا حلف الحظ. يعني هو اخرنا احنا يعني ونص يعني عشان في الصوره يعني لنا مواعيد انت عارف طبعا. تمام. 11 ونص فانا عايزك يعني متبقي حوالي 14 دقيقه نوزع كل النقاط. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. طبعا يا اخواننا نجعل طبعا حلف الحظ في انشاء مدرسه جديده. كانت عندهم مدرسه وانشا في عهد السيد طبعا كان لها برضه نصيب بسيط ونامل برضه في عهده مدرسة الإعدادية إن شاء الله اللي هي هتقام إن شاء الله في القريب العاجل. ده قطاع التعليم يا فندم عشان أختصر لك الموضوع. طيب الري تبطين الطلع والمساقي. طبعا حاجة مفرحة طبعا ونشكر فيها نمتاز الفرصة دي. نشكر السادة المسؤولين في وزارة الري. نعم. ونعمل طبعا البشمهندس محمد علي المسؤول على الموارد المائية بأسوان. إن يبقى عندي حوالي 7 كيلو ولكن كده ترعى الحجز قبلي تم تبطينه بالكامل ولكن يبقى 7 كيلو ده ان شاء الله في الخريف العاجل. حينتهي باذن الله في عهد السيد الرئيس في مرحله حياه كريمه القادمه باذن الله. ما احنا مكملين باذن الله مع السيد الرئيس ان شاء الله حياه كريمه باذن الله ما تقلقوش يعني ان شاء الله. اصبر على دوله مصر باذن الله. تمام. ده بالنسبه لموضوع الري. طيب الكهرباء. طبعا شيء ملموس للجميع. طبعا من خلال لقاء حضرتك الممتع
الله يكرمك. اول حاجه يعني ما تقولوش احنا الكهرباء وتخفيف الاحمال ده موضوع ثاني، ولكن موضوع الكهرباء كنا بنعاني معاناه شديده. احنا درجه الحراره في الصعيد معروفه للجميع. نعم. كنا النهارده اللي كان يجيب مبرد يلاقي الثلاجه فصلت. حالفنا الحظ بحلال وتجديد شبكه كهرباء بالكامل. من توفير محولات بقدرات مختلفة، يعني النهاردة كانت المنطقة بتاعتي المحول بتاعها بقدرة 200، أصبح النهاردة من تغيير من 200 ل 300، زائد محول إضافي. يعني بقيت المنطقة بتاعتي بتشيل محولين بقدرة 600. المحامي حلف الحظ أخذت كام؟ أخذت 12 محول إحلال وتجديد بالإضافة إلى 4 محاولات إضافية. ممتاز ممتاز. النصراب إحلال وتجديد 3 محاولات ورفع الكفاءة بتاعتها. هايل. بس كده؟ لا، إحلال وتجديد السلك من معزول. يعني هذه المحاولات بقدرات مختلفة. في 300 وفي عندي في المحاميد 500. عندي بتاع 6 محاولات 500. ممتاز ممتاز. إحلال طبعا عندي 8 محاولات تم إحلال إحلالهم ورفع الكفاءة بتاعتهم من 300 ل 500، وزايد 2 إضافيات في نجع هلال تابع لمين؟ للحجز قبلي ده قطاع الكهرباء. ونعمل طبعا في عهد السيد الرئيس والسيد محافظ أسوان في يكملون إن شاء الله باقي الإيه؟ الزحف العمراني. إن أنا عندي زحف عمراني يعني عايزين تزرعوا أعمدة في الظهير الصحراوي طبعا. لا، هو مش الظهير، هو إحنا الظهير عندنا يا فندم ما ظهرش لحد دلوقتي، ولكن عندنا زحف عمراني. طبعا الناس انداقت، احنا حيط بينا جبل وبحر طبعا. ايوه، ما هو الظهير اللي هو الجزء اللي الناس بانيه فيه في الجبال اللي بانت فيه. طبعا ما عارفينش حاليا. نعمل من السيد رئيس الجمهوريه عايز خدمه الكهرباء توصل لغايه هناك الحات هناك. طيب. باذن الله وفي عهده تكمل كل شيء ان شاء الله. ماشي يا فندم. الدفاع المدني والحمايه المدنيه اخبارها ايه؟ الحمد لله. طبعا نشكر طبعا الجهات المختصه بقياده العميد محمود بيه الشريف. يعني أنا لو قعدت تمدح في السيد الرئيس يا أخواننا الناس يقول لك أنت بتطبل. لا لا، ولكن احنا بنقول الحقيقة. نعم طبعا. النهاردة أنا كحسن علي أبو غفار أصبحت النهاردة المسؤولين موجودين على التلفون بتاعي مدة 3 أيام. حصلت عندنا حالة غرق الساعة 1:30 الظهر. محمود بيه الأمر 1 2 3. في ثواني الانشاءات كانت عن طريق البحر وصلت. هو سيادته كان بالعربية وسيادة اللواء شمال، 2 تواجدوا معي على نهر النيل. 2 بسياراتهم بالانشاءاتهم. يعني هو في شيء يعني الناس ده كان ممكن يحصل قبل كده؟ لا طبعا ما كانش. انا اقول لك على حاجة، ما كناش نعرف نكلم رئيس مجلس القرية. كنتش تقدر تكلم رئيس مجلس قرية. أصبح النهاردة مش رئيس مجلس ولا محافظ، النهاردة الوزير بتواصل مع الجمهور في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا دخلت وزارة النقل في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان الوزير السابق عليه رحمة الله هشام عرفات. الله يرحمه. شيء طبعا سعيد إن طبعا أتكلم في ذكرى طيبة للمرحوم. صحيح. والله اقسم بالله يوم دخلنا الشاي والفطار، مواطن جاي يقدم خدمه بتعامل بادميه فعلا. الشاي رجال وزاره الداخليه على البوابه شيء مفرح صراحه. حسيت ان فعلا احنا في دوله حضاريه. صحيح. اتاحوا لك الفرصه. ايوه فندم، في ميعاد مسبق. لا والله انا جاي عن طريق فلان يا فندم في زياره المكتب مع الوزير. لا تفضل حضرتك عادي تخشينا جوا. اقسم بالله دكتور خالد اللي بيحكوا لك وهذا ما حصل. طبعا فطار وشاي. الله. طبعا هذه الدوله بتاعتنا. ما انا ليه بنفرح بنشوف لما نشوف طبعا المسؤول. طبعا طبعا النهارده صحيح. خشينا في عهد برضه مع الوزير الحالي الفريق كامل الوزير برضه مقابله طيبه من خدمه السكرتاريه بتاعته. اتفضل حضرتك المطلوب ايه؟ والله احنا جايين مشكله كذا.
ماشي حضرتك اتفضل. طب ما ينفعش تتكلم انت واقف تشرب ايه؟ معاملة طيبة يعني آدمية. صحيح. النهاردة كناش بنشوف الخدمات دي ولا بنقدر نخش المكاتب دي. مظبوط. خلينا نختتم بآخر حاجة، الحماية المجتمعية. عندك ملفات تانية غير الحماية؟ موجود يا فندم ملفات الحماية. ايه؟ لا لا، غير الحماية الاجتماعية عندك ملفات تانية؟ في يا فندم احنا عندي طب كتير. لا يعني انا اشوف اللي باقي لي اقل من 7 دقائق، عايزك تسردهم ورا بعض عشان ورا بعض. اتفضل على السريع. يلا. طبعا في عهد السيد الرئيس فتح السيسي النهارده مشروع تكافل وكرامه. شيء طبعا هتكلم على اللي خصني داخل الحجز قبلي. النهارده الحجز قبلي بحالف الحظ ان هي فيها 7800 حاله يتقاضوا تكافل وكرامه. 7000 قرية من ضمن المحافظات، من ضمن المحافظة. عد كم قرية في المحافظة كده؟ ده في ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهارده مركز التكنولوجيا اللي تم إنشاؤه في عهد السيد عبد الفتاح السيسي. اللي هو النهارده أتاح لنا سجل المدني، شهر عقاري، مكتب تموين، شيء ملموس على أرض الواقع. طبعا حاجة مفرحة النهارده يعني لو قعدت تتحدث عن انجازات الدوله. نعم. انا عاوز حلقتين مع بعضهم. طبعا 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 دي حاجه حقيقه، ونامل طبعا ان في القريب العاجل يتم ايه بدايه تشغيل السجل المدني لرفع المعاناه عن الناس اللي هم ايه ذوي الاحتياجات الخاصه. طبعا للتكدس طبعا عندنا في مركز يدفو، مركز يدفو ده بيخدم يدفو بالكامل حوالي 45 كيلو شمالا وجنوبا. الناس بالتكدس رهيب عليها. طبعا السيد الرئيس عمل المركز التكنولوجي لرفع المعاناه عن المواطنين. ممتاز. ونامل طبعا في عهد السيد الوزير محافظ اسوان تشغيل السجل المدني في القريب العاجل باذن الله. معك يا فندم. في حاجه تانية؟ في كل خير ان شاء الله. معانا كتير والله. لا لو في حاجه معلومه على السؤال تاني اتفضل حبيبي. انا طبعا يا اخواننا في عندنا كتير والله، بس مش عاوز، انا مش عايز اضيع لا لا انا وقت التلفزيون للناس يعني مش عايزه كلام. طبعا عندنا مراكز الشباب الصعيد كان معروف مفاضين من عمليه سعر الدم والمشاكل. اصبحت الدوله النهارده وفرت لنا الشباب والرياضه. تم انشاء مركز شباب جديد في قريه المحاميد، ملعب خماسي، وتم الاحاطه تحويط المكان بالسلك للحفاظ على المكان. المساحه بتاعت الملعب ده يا فندم كانت 12000 متر. الله. مربع زي ما شاف حضرتك، مربع تربيع. ده فين؟ في الحجز؟ في المحاميد عندي. في المحاميد. ده الحجز حلف الحظ اخذت 4 مراكز شباب. ما شاء الله. اللذيذ اخذت 1، العقيبه اللي هي طبعا السادة الرؤساء قبل السابقين عملوا لهم منطقة ثانية سموها العقبة الجديدة، عملوا لهم في الجديدة وفي القديمة. ممتاز. الشراونة حلف الحظ برضو باثنين، واحد قانوني واحد خماسي. السبعية حلف طبعا الحظ برضو بواحد قانوني واحد خماسي. العونية حلف الحظ، ده كله في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وشكرا طبعا للسيد الرئيس، وربنا يطول في عمره ان شاء الله ويحفظه، ونأمل من سيادته في مبادرة السيد مبادرة حياة كريمة القادمة موضوع البيوت اللي عالية للسقوط، يعني نأمل إن شاء الله إن هي يتم إنشائها. وده كان وعد السيد الرئيس لنا. هي كانت أول حاجة بيوت كريمة. إحنا بنينا البيوت نظام شقق، بس إحنا في الصعيد ما بينفعش مع الشقق. جميل جميل. حاج حسن علي أبو غفار واحد يعني من المهتمين، يعني عارف دايما يقال عن الفلاحين يقول لك الفلاح الفصيح. يعني انا بيعجبني لما يبقى حد مذاكر هذه الملفات ويعرضها على الناس كده بكل تفاصيلها وبكل عناوينها وفي كل القطاعات المختلفه، ويعني فعلا يستحق التحيه والتقدير. حبيبي الله يخليك. بشكرك شكرا جزيلا حبيبي. ربنا يخليك يا فندم، وربنا يبارك في سيادتك. ربنا يخليك. طيب وحضرتك بالصحه والسلامه بمناسبه عيد الاضحى ان شاء الله، وعلى التلف العشر الاوائل من ذي الحجه ان شاء الله. وان شاء الله كل سنه وانتم طيبين يا اخواننا، وان شاء الله الايام اللي جايه احلى يا رب، وارفع المعاناه عن شعب مصر. لعن الله سبحانه وتعالى نحفظ مصر من شر الاشرار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم من أراد بمصر وآل يسوع، اللهم اجعل كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميره رب العالمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد المبعوث رحمة الله للعالمين.
نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. شكرا جزيلا. شكرا دكتور خالد. سيدات والسادة، في ختام هذا اللقاء تقدم بحضراتكم بخلص التحية والتقدير بشكر ضيفي الحج حسن علي أبو غفار أحد أبناء قرية الحجز قبلي بمركز إدفو، وأتقدم لحضراتكم بخلص التحية والتقدير على حسن المتابعة. أشكر زملائي الفريق التقني والهندسي والزملاء بغرفة الكنترول، لهم مني كل التحية والتقدير، والشكر موصول للزميل شرح مصطفى مدير التصوير، والإعداد للزميل عطاء القاضي، والإخراج للزميل المخرج خالد مهران. وهذه تحياتي خالد سيد النوبي من أصوال لكم الحب كله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.